العالم هو حدث عالمي بصير كل 4 سنين مرة، كل أنظار الناس بتتوجه لإله سواء كانوا شباب أو صبايا أو حتى كبار بالعمر. لهيك قررت كاميرا 7 ميكس تي في أنه تنزل على شوارع الشام وتحديدا على القهاوي والمطاعم لحتى ترصد هاي الأجواء سواء من قبل الناس يلي موجودة بالكافيهات أو حتى أصحاب هاي المحلات. خليكن معنا. أجواء المونديال هاي السنة؟ والله حلوة، رغم أنه هلأ أغلب الآراء أنه ما كان هذا المونديال مثل المونديالات اللي قبله، كان يعني مثل ما بدأ العالم تحضر، يعني كان بتعرفي أنه اللي صار أنه أغلب الفرق القوية طلعت. طبعا المونديال يعني كل 4 سنين العالم تستنى وكذا، فنحن بالنسبة لنا كإدارات كافيات ومطاعم كمان بنستنى هذا الشيء. في أجواء حلوة بتكون عموما، يعني أجواء تنافسية، أجواء ظريفة بدنا نسميها. أنت برأيك مع تشجيع الصبايا بموضوع الرياضة ولا بتشوفها موضة؟ لا أكيد أكيد، ليش ما يشجعوا الرياضة الصبايا؟ يعني هني مثليهم مثل الشباب، ليش ما انه ما يشجعوا؟ اللي عمل هاي الحالة بالمونديال هذا هو المنتخب السوري، صار في الصبايا صار يشجع، صاروا بقى يسألوا، يعني الأسئلة القديمة اللي انه الحكم مين هاد بطلنا نسمعها. كان طبعا طبعا طبعا، هو انت عم تشوفي يعني عدم مؤاخذة بالنهاية هو عرض، صار في 90% منه هو عرض تجاري. هني من طول عمرهم بيتابعوا اللاعب الأحلى، ما بيتابعوا المونديال. صارت مثل ما قلت لك موضة. والله مثل ما قلتي موضة، خلاص راحوا على الكافيه من أرجل عم شوفوا مباراة بيشنوا مع هالشباب. بتزيد المتعة لما تكون مشتركة، لما تكون في هيك مثل ما بيقولوا في ورود حلوة عم تشوف، كمان بتستمتعي بردود فعلهم. هلأ جزء منهم بيعرف التفاصيل، بس في كتير أسئلة غريبة. أنا مثلا أنا عم تفرج على المباراة، إذا كان عندي زبونة أو إذا كان عندي حدا من رفقاتي بيقولوا لي كريستيانو رونالدو ما عم يلعب، ميسي وين بيلعب؟ كتير يعني، مع إنه شو جاب ميسي ورونالدو مثلا بالمنتخب البرازيل أو منتخب روسيا أو منتخب بلجيكا، ما دخلوا هدول. بلا هي ما بتعرف أصلا مين اللي عم يلعب، وهي بس لأنه اللاعب حلو فهي عم تتابعه بس. ما بيكون مثلا حبيبة أو بيكون شجع غير فريق بيعلق هي وياه. إيه أكيد. والله هي يعني ظهرت شكل تلقائي، يعني ما أقول إحنا غيره، إنما يعني لهم حق الصبايا يعني يتواجدوا ويعبروا عن رأيهم وعن فرحتهم. إيش ردات فعل غريبة، خصوصي إنه السنة يعني المونديال غير متوقع النتائج عم تكون، يعني فرق كبيرة صفت برا، صار شيء هيك عندكم ردات فعل غريبة سواء من الشباب أو من الصبايا؟ هلا أي طبعا بتصير، بس نحن بهذا الوقت صرنا متعودين على فعلة الريال الريال وبرشلونة، فصاير يعني كيف بدي اسمي لك يا ردات الفعل، يعني جماعه ما كان خلص رونالدو ميسي، فمشكله ميسي كان ومشكله رونالدو هي اكثر شيء واجهتنا بهذا. يعني هلا مثل مثلا عم اقول لك انا، كانوا البنات عم في بنات بكوا مثلا وقت طلعت المانيا وكذا، هيك بتتاثري بتفرحي زياده لفرحهم، بتزعلي زياده لزعانهم، عرفتي شلون؟ فبالعكس لا بيعطوا كثير حماس، بيعطوا جو حلو بتغيير يعني عن جو الشباب، كثير بيعملوا جو حلو كثير بمشاعرهم، ودائما هيك البنات بيعبروا عن عواطفهم اكثر، فبتلاقي يعني بتفتح الباب للواحد مثلا انه غير لياط الشباب بيعيطوا اكثر، بس البنات بتلاقيهم بيتفاعلوا اكثر بالمشاعر. موضوع التشجيع للفريق بيتعلق بحبك للاعب ضمن هذا الفريق ولا لا؟ الأخلاق بعض الأشخاص أي بيتعلق، مثلا البرتغال أو الأرجنتين مثلا، لأنه في كتير مشجعين لميسي أو لرونالدو في عالم شجع البرتغال مشان رونالدو مثلا، بس أنا بحب الفريق ككل، يعني أنا مشجع مثلا إنجلترا من أنا وصغير. كتير عالم برشلونة بتشجع الأرجنتين، وكتير عالم ريال مدريد بتشجع البرتغال وإسبانيا شوي. هلا أنا بالنسبة إلي لا، مين بتشجع؟ والله البرازيل أكيد، إنجلترا أرجنتيني برازيل، يعني فريق الإنجليزي. كيف كانت الصدمة؟ كبير، في ميسي وما أخذنا المونديال، مشكلة. آخر مباراة يعني شوي أبدو مستوى مو كتير متوسط، يعني رح يكون نهائي؟
برازيل انجلترا. يعني ممكن تكون فرنسا والبرازيل. يعني روسيا برازيل فرنسا يعني احد الفرق الثلاثه ينال شرف البطوله. اتوقع يكون الكاس لانجلترا. والنتيجه شو حتكون؟ يعني رح نقول 2-1 او جزاءات رح تخلص. فرنسا كثير المنتخب قوي. يعني افضل من البرازيل. يعني محدود يا بتصير تعادل وضربات جزاء يا ما تصير 2-1 او 3-2. تمام. في اقبال من انجلترا باللعب الحلو تمام كمان. برايك استاذ ليش كان في خروج او صدمه يعني للجمهور بالنسبه للفرق الكبيره؟ شو ترجيحك؟ شو بتكون الاسباب بهذا المونديال بالذات انه كثير فرق كبيره صفت برا؟ الفرق المغموره او الفرق اللي كانت بالتصنيف العالمي يعني دون الوسط او الوسط يعني اثبتت مقدرتها وجدارتها يعني وفي تطوير بكرة القدم لدى هاي الفرق. كنت متوقع مثلا انه ممكن يكون فريقك برا مثل بقية الفرق اللي كانت قوية وطلعت؟ لا ما كنت متوقع، كنت متوقع انه يوصلوا لهاي المستوى للربع النهائي يعني او حتى ناخذ كأس العالم السنة بما انه عندنا فرصة. لازم يكون يعني يحسب حساب لأي فريق حتى لو كان يعني درجة كثير بطيئة فيه، انه أكثر شيء بتخوف خاصة هذه السنة كمان يعني منتخبات مفاجآت جدا يعني خروج ألمانيا وإسبانيا وكانت الفرق الكبيرة تتهاوى يوم بعد يوم يعني وفي مفاجآت كبيرة يعني يعني أهم المفاجآت الخروج الكبار. إيه وحاليا يعني الفرق الموجودة ظهرت بمظهر لائق جدا يعني ولياقة بدنية عالية. هاي كانت آراء متابعي المونديال مثل ما رصدتها كاميرا 7 ميكس تي في ببعض القهاوي الموجودة بشوارع دمشق. بعضهم موجود مع فرق طلعت وبعضهم عم يتابع لسه فرق بقيانة بالمونديال. على الرغم من انه الوقت الظهر وما في مباريات بس رغم هيك قدرنا نرصد كل الآراء وكل التوقعات النهائية لكأس العالم وعلى أمل التوفيق لكل الفرق الباقية. لكاميرا 7 ميكس تي في كنت معكم رهف قاسم دمشق.